من الملاعب العربية إلى أفضل البطولات الأوروبية، لاعبون عرب تألقوا قبل ظهور صلاح ومحرز. البداية مع الدوري التونسي، احترف مهاجم الترجي زيادة لمساني في فريق فيتوريا غيمارايش البرتغالي سنة 1990، ثم لعب في فيسل كوبي الياباني. بعد تلمساني انتقل المهدي بن سليمان من فريقه مستقبل المرسى إلى أولمبيك مارسيليا، ثم فرايبورغ وبروسيا مونشنغلادباخ في ألمانيا. وتألق قائد النجم الساحلي زبير بيا مع فريق فرايبورغ الألماني وبشكتاش التركي. إلى الدوري المغربي، خرج نور الدين النايبت من فريقه الوداد وخاض رحلة احترافية كبيرة مع أندية تينون، سبورتينغ لشبونة، ديبورتيفو لا كورونا وتوتنهام الإنجليزي. انتقل بعده طلال القرقوري من الرجاء البيضاوي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم رشيد روكي من المحمدية إلى إشبيليا، ويوسف روسي من الرجاء إلى ليل الفرنسي. في الدوري المصري، انتقل ثنائي إبراهيم وحسام حسن من الأهلي إلى باوك سالونيك، ثم إلى إكزاماكس السويسري. ولعب المدافع هاني رمزي مع أندية إكزاماكس السويسري وفيردر بريمن وكايزر سلاوتن في ألمانيا، ثم تحول عبد الستار صبري من فريق المقاولون إلى تيرول النمساوي، ثم نادي أرا والسويسري. بعد ذلك لعب في باوك وبنفيكا لشبونة البرتغالي. في الدوري الجزائري، تحول موسى صايب في بداية التسعينات من فريقه شبيبة القبائل إلى أوكسير الفرنسي، ثم لعب مع أندية فالنسيا، توتنهام وموناكو. ولعب أيضا مواطنه الجزائري الآخر عبد الحميد تاسفوت في فريق أوكسير الفرنسي قادما من جمعية وهران. نجاحات الكرة العربية تواصلت إلى غاية 2004، وتمكنت الدوريات المحلية من تسويق عدد لا بأس به من اللاعبين للاحتراف في أفضل الدوريات الأوروبية. كان أبرزهم أحمد حسام ميدو سنة 2000، انتقل من الزمالك المصري إلى جانتا البلجيكي، ثم لعب مع أندية أياكس، توتنهام، روما ومارسيليا. في نفس الفترة تعاقد المغربي بدر القادوري مع فريق دينامو كييف الأوكراني قادما من الوداد، ثم في سنة 2001 انتقل حاتم الطرابلسي من النادي الصفاقسي إلى أياكس أمستردام الهولندي، ولعب أيضا في مانشستر سيتي الإنجليزي. بعد سنتين وقع حسام غالي مع نادي فاينورد الهولندي قادما من الأهلي، وفي 2004 انتقل مدافع النادي الإفريقي كريم السعيدي إلى فاينورد الهولندي، وجاور عدة نجوم مثل فان بيرسي ودير كويت.